الثاني من ليميسيون صاري التربع على قناه التاسعه. فرحان برشا بوحدنا زميلنا اخويا وصديقنا وعنده من احسن البرامج اللي عجبوني في قناه التاسعه. عايشك محرز، مرحبا يا حرز يا غالي. يا اخويا بصراحه يا محرز نعمل جو اخويا ونشيخ كي نتفرج في حكايه غرام. اسمع حكاية غرام حتى لا لا بالرسمي فلتة من الفلتات ما هو عصافر هو بسكليتات هو موتورات ايه فدينا تفرجت في حلقة العليل شو ما انتبع فيها برامج كل تبعتهم. اخر مرة عملت كرابتي الكرابتي حبيت نعود للوكينج عملتها واحد بوم هل معروف ما نسميهوش خاطرو كان سميه ما تولي فهمت بقى غشني في الخدمة غشني في كرابتي حيترجعوا لي غلطين الباراشوك التليني متاعي من الوحدة متاع شو اسمه لافونتران ذيب شويه من الدخان تاع من الشابونيت فهمتني قلت والله بوكو با نجي لي ميسيون تاعي من غير خاطر بعض بنفضوا يعني فيها نجي انا تعاود تقولوا لي فزت في كرهبتي ومنها بروموسيون ليا انا وليكم لبعضنا يعني وزيدنا في سهله برشا معني كان تبعث اس ام اس على 85 85 مكتوب في بي ان برا لي ميسيون تاعك فيش لو 0% لا 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 ما فيش اهم حاجه راهو بالطبيعه انا نجم ناكدك الكاليتي فما اودونس مهمة اما حتى الكاليتي شوف فيت اللي هو قال كرهبتي ونجيب ليميسيون داير تفرج جمعة كاملة ما عنده ما يعمل لاتيسيا باش مغرومة انت يمكن تفرج ليميسيون باش مغرومة في الدنيا باش مغرومة حط شيء مغرومة بروحها مغرومة بشمس كله انا معلوش صاحبي اخويا وعشيري لا باش مغرومة غرام زوز نتفرج فيهم اعطيني قلت لك باش مغروم زوز لا لا باش مغروم انا باش مغروم انا مغروم بالجولف بالجولف ها شنو مغروم بالجولف مغروم بالجولف خالتها بعض تحكي لنا عليها الحكايه هذه مش داخله المخ خلينا مش بيك يا عزوز بالله البرنامج هرب من يدي يا جماعه سالت شمس وليتيسيا وانا ومشيت مع خليتني انا عليه عليه زغرد ويزبك زغرد والله البرنامج هرب من يدي انا نحب نعرف علاش شمس وليتيسيا وانا عديت مشيت بعد علاش انا مسالتش بلا جيتكم زغرتهم يا عزيزه ولا ايه زغرتهم انا جيتكم قول لي باش مغروم انا نتفرج في برامج الكل بتاع بتاع الكباش والبسكليتات والكراهب والموتورات والموتورات والحرب برامج كلهم كلهم فرد برنامج لا لا مش لا لا معناتها حلقات نقصد الحلقات 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 يوم يا عزيزه بانيولا بانيولا زاد انا هذيك شفتني عجبتني يوم يا عزيزه كل ما تحب تتكلم وما تلقاش باي معناتها زغرت ونجي فاهم فاهم يا عزيزه تنجي كيما قياس اي قياس باش مغروم تجربوهم يا عزيزه من بعد كيف في القلم نتاعو هو ولا لا غرام غرام في الدنيا غرام والله في القلم نقرا نكتب تعمل لنا حلقه على المطالعه ونكتب اي برشا داير توفيش هي ديجا مريم باش مغرومه انت بالمود بالمود اه بالعكس على ذكر التتواج عندي حلقه جايه التتواج شنو تتواج؟ تتواج عندي حلقه على الغرام تتواج ولا لا على ذكر الهوايات ما خدريت عندها تتواج فواحد بعد بكثر عامل هوني انا يا عبد الله الحرس قلت تزيدها اكيد مريم شوف بعد باش نرجعوا باكثر ديتاي باش نحكيو هذا جوست مقدمه صغيره اما زلنا بعد باش نرجعوا نحكيو باكثر تفاصيل اما قبل نرجعوا شويه ريتم بالموسيقى تو سويت ميوزيك كويز مع دنجور الجزء الثاني من ليميسيون بميوزيك كويز السينجل الاولاني مع دنجور شاكيرا هيبز دونت لاي اجابه صحيحه بعلوش السينجل الثاني السينجل الثاني تو تسويت ليتيسيا اوبسيشن افنتورا افنتورا اوبسيسيون اجابه صحيحه سينجل اللي بعده تو تسويت اجابه صحيحه بعلو انا اللي مهبلني
النوطة كي مازالت كي تعزفت وجماعة تملح. أنا كله علم هذا كله من ذاكرة. مليح أنا معاك. تو أنت ما يزالش ما إنسان أما هذه هي طاق ملي تعرف. الأغنية اللي بعدها تونسي. مضمرك. عمرو دياب الليلة دي. إجابة للأسف. الليلة دي زكرة. صحة. من كان الأسرع في السنجل هذا؟ ليتيسيا. برا بيري بيري. إجابة للأسف صحيحة. شبيك يا شمس؟ جو عامل جو. لا ايوه تفكر عجبني محلي ضامر يغزل مني غزل مني ضامر ضامر برشا السنجل اللي هو ضامر السنجل اللي بعد بدك تشوف تدسي هاي بعروس باي اسمعني ليتيسيا ليتيسيا دخلت ليتيسيا دخلت تنافس في كل شيء فاي فاي تخيل فالف هي بدات تعمل غزلني يا حبيبي جايز احنا نورمالمون راهو في قاعد بيت فيها الطفله حتى تو تعرف كل شيء نتعداو تو تسيت للسنجل اللي بعده انت شمس علاش دلاله انت شمس عند الشمس إجابة صحيحة. محضر محضر ولا من راسها؟ شو قلت ليش أباي؟ أما أنا بهت أنا مزبهل تويكا. قراتهم في روسيا هذه قريوا عليهم. في نهج روسيا في نهج روسيا. باه يا جايز بيك يا جايز عايزك انا بيت يا جاب ربي من كل زق رقع الاغنيه كلها تعرفها وسط حتى الشمس انا ما نعرفهاش هذه بتاع وجبنا نعرف والله عمري ما سمعتها شمس قريب شكون انا اغنيتي ما عرفتهاش نعرفها فين انا نشك فيها تو وريت بالكدا اللي كان عنده شك ولا متاكد منها باه اللي عنده شك يطلع التيتر هذا جايز لا نحب نسمع انا سمعوا انا نسكر الباب ونسمع هيا قول اسمها جايز عزيزة هذايا الفنان هذا نعرفه أنا أما نعرف فنان واحد آخر نحبه ياسر بوه يعز عليا ياسر وديع الصافي هذا غنى مع ولد وديع الصافي جيش البلك شو اسمه هذا جيبسي كينج جيبس كينج كينج هاي Yeah.
هايل. بلا جوست للتوضيح راهو جيبسي كينغ راهو راهي جروب معناتها مش شخص يغني اسمهم مجموعه اسمها جيبسي كينغز يا ودي الروا يا خويا اللي تحب انت وباي واحد يا جاي صح طار واحد بركه بالنسبه لي تعرفوا الجيبسي انت انا نعرف الجيبسي يا جميله السنجل اللي بعده تونسي إجابة صحيحة من سأسمع شو شو مش لخص الحكاية سعيد الحظ اللي بيجي يجاوب على الآخرين اعتبروا ربح المسابقة كل عزيزة لا بامبا لوس لبوس إجابة صحيحة شنخرج من سينتي عزيزة تعرف لا بامبا علاش بي عليك عزيزة زغطت عزيزة تسطو الناس كل زغطت تسطو انت عرفت الغنية وانا ما عرفش الغنية انت عرفت غنيتك وانا ما عرفش غنيتك عليه ترى ما سميتهاش انت لا بامبا اي اي من اجي مبابي وانا هاكا لا بامبا جايز كان ما حبتش امي عزيزة ما حبتش شو ما حبتش تشطح يا انا بامبينا باهي يا اخوي باهي بامبي تحب تصفيقة كبيرة ليهم الكل يعطيهم الصحة كل عندنا اللي ربحت عزيزة بولا بيار زي ما نتناقشوش فيه بكل قدنا اللي طلع الاخرانية هو اللي ربح دونك تصفيقة اقوى على عزيزة بولا بيار دونك عزيزة أبو لبيار هي اللي ربحت كما قلت تقبيرة ودونك تسحق تصفيقها مرة أخرى أخوي صفقة كاملة اليوم كان صفقة كاملة على عزيزة أبو لبيار موعدنا الجديد اللي نبدأ فيه ابتداء من اليوم لو بوان ديكو مع زين هوم تو سويت في ليميسيون زين هوم The Art of Living باش نشوفوا بعضنا مع الروبريك الجديده بوان ديكو نتاع زين هوم باش تكون حاضره معنا كل جمعه بدي جو وباش تربحكم برشا كادوات وبرشا مفاجئات راهو تستنى فيكم ونزيدكم كل مره في شهر يجينا اون بيرسون من زين باش يحكي لنا على لي نوفوتي وشنو فما جديد في لي توندونس الاخرى نتاع الموبل وديكوراسيون موجوده معنا اليوم مدام ملك لارياني عسلامة ملك مرحبا دونك ملك في الابيزود الاولاني باش تحكي لنا شنو فما جديد في زين هوم عسلامة مدام مرحبا في الموبل والديكوراسيون بصفه عامه مرحبا عسلامة امين عسلامة الناس الكل اليوم في الابيزود الاول نتاع الروبريك بوان ديكو بار زين هوم باش نحكي لكم على لي نوفيل توندونس في الديكوراسيون والموبل ان 2018 اللي باش تعملهم زين هوم دونك اليوم عطينا ليكسكلوزيفيتي للاميسيون باش نحكيو فيه على جديد جديد نتاع زين هوم ان تري نوفو كونسيبت اللي هي لا كوليكسيون انفون لا كوليكسيون انفون عليها برشا خدمه دي موا اي دي موا تعب توت اون ايكيب تخدم باش نجمنا نحضروا اون كوليكسيون ديفيرسيفي فيها بيرسوناليزي فيها لو كلاسيك ريفيزيتي اي فيها لا كوليكسيون بيبي نتعداو للفيتير نتفرجوا فيه توا ونرجعوا بعد افيك بلوس دو ديتاي
شوفوا في البيتير خدمنا على تيم بيرسوناليزي دو لا كابان اللي هو سي ان تيم تري اوريجينال اي تري توندونس بور لاني 2018 اللي خدموا به دي غراند مارك انترناسيونال زين هوم سي انسبيري دو سي غراند مارك لا وخدمت على الكابان فورا سور بليزيور كولور دي كولور بور لي غارسون اي بور لي فيات دونك بور لي غارسون اون ا شوازي لي كولور فير جون اي كولور دو بوا باش ما نبعدوش برشا على تيم دو لا فوري بور لي فيات اون ا شوازي لا كولور روز puisque c'est une couleur اللي يحبوها لي فيات et on l'a associé à un gris pastel باش تكون تعمل un mariage مزيان تاع الوان alors donc aussi on a pensé à la fonctionnalité في الكابان هذايا وعملنا des dressing modulables donc كيما تنجم تاخذ un ou deux éléments pour les petits espaces on peut aussi avoir les quatre éléments pour les grands espaces on a pensé aussi rangement avec les tiroirs au-dessous du lit cabane qui servent aussi pour des rangements Après, on est allé dans la chambre ado. Alors, les enfants, à l'âge de l'adolescence, ils aiment une chambre qui s'adapte à leur personnalité. Donc, on a pensé à eux. On a amené le home beauty, très classe et très tendance. Alors, le beauty, on a spécifié par des lits élégants, avec des têtes de lit, firmes des formes et des niveaux, en différentes couleurs et en différents tissus et matières. Aussi, femme à la table de nuit, qui est un élément très très important dans la chambre, elle y met les objets fétiches internes et les objets secrets internes, avec des tiroirs bien sûr. Le dressing bien profond, pour que je n'ai pas de la chambre, ou un azeda, donc plusieurs couleurs, pour les thèmes hédouma. Le bureau avec des niches suspendues pour économiser l'espace et optimiser les espaces pour le beauty. Donc le beauty hédouma, ce sont des chambres unisexes. Il n'y a pas de chambre qui est la chambre. Nous avons un mariage de couleurs en rouge ou en orangé pour les fillettes et d'autres couleurs pour les rideaux ou les tapis pour les associer au thème garçonné. Notre idée aux aides le plus mignon des enfants, c'est le thème bébé. Donc Zen Home a pensé les bébés, les humains sont très très sensibles à la naissance. Oui, nous avons des matières qui sont sensibles à la santé et les peaux sont sensibles. On a utilisé dans la chambre bébé des matériaux très étudiés, très bien étudiés, de très très bonne qualité, un bois marié avec un tissu velouté, qui fait des formes et des couleurs arrondies, souples, pour adoucir l'ambiance de le bébé. On a pensé aussi fonctionnalité dans le beauty de le bébé, où on a des étagères, où on a des rangements, pour le bloc de change, qui peut être pour le bébé. Alors, les rangements, les produits de soins, ou un amelouta, des tiroirs, les objets, les kbarim ta'al bébé. Aussi, il y a un grand dressing pour ranger la hwayij ta'al bébé. Et pour finaliser, on a la surprise de l'année, il y a un berceau maman-bébé. Un berceau, il y a le fauteuil pour la maman, avec le berceau, il y a le bébé, pour que la maman ne soit pas en train de se faire le bébé, et qu'il y a le Ce berceau existe en deux versions, et la chambre existe en plusieurs couleurs pastel, mat, et les hommes très tendance cette année. Au haka point déco, le mariage est au fait. Notre rappelons le mariage. صراحة بيناتها تستحق تصفيقة كبيرة ملاك يعطيها الصحة. الأسيغي أول مرة تاخذ قدام كاميرا يعطيها الصحة. جوست نزيد زيادة صغيرة كهو. ليفينمون على باج ادخلوا للباج فيسبوك بتاع التاسعة تلقاو ليفينمون وللباج بتاع زين هوم جاوبوا على السؤال قداش فما من مجازان زين هوم في تونس؟ قداش فما من مجازان زين هوم في تونس تربحوا بيت نوم كابان فيها فرش ودريسين؟ إن شاء الله ألف مبروك لك. دونك كيما قلت الف مبروك يعطيك الصحه للا بارك الله فيك شنو احساسك اول مره تقف قدام كاميرا؟ بلا تصفيقه كبيره برشا لا نرجعوا تو سويت لليميسيون زين هوم ذا ارت اوف ليفينغ مادام اخونا حروز موجود بحضر نحكيو على الغرام من الغرام نتاع تونسي اللي الولاع الكبير خويا بالعصافر مش عارف كانوا موافقيني ولا مغروم بالعصافر شمس ولا ايه؟ امي عزيزه انت سريدك حق صباح. انا والله عندي عصافر برشا عصافر. عندك برشا عصافر في الدار؟ عصافر في الدار. باهي بعلوش تحب العصافر خويا ولا؟ ما حلوين. جايس. ربيت. ربيت عصافر. اي. تقول لهم اكسترا اكسترا. لا. قولوا انا نويت انت تقول لهم. بعد تو بعد تو نتفكرها. عندك كلمة نسيتها تذكرك فيها. السلسلة كاملة بتاع. مريم مغروم بالعصافر ولا؟ هكاك وبرا. باتخو. ليتيسيا بعثناها سبيسيالمون للعصيفرات
دونك هذاك علاش ما سالتهاش هي خاطر مشات سوق المنصف باي وعملت طله تو سويت الصدمه لسوق المنصف باي. La nuit, il dit bonsoir, le jour, il dit... فونيكس 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 ملا غالي غالي إيه شوية لوكس هكا في أنوار وفزت مزين بالحق صندوق هذاك صندوق صندوق كديش هذاك 30,000 أنا عندي كنا 10,000 بلوس كادو بور مدام عزيزة مدام كادو هزبوك هاي هاي شكرا ماشي هاي الزدمة في منصف بي ما احلاها الزدمة في منصف بي عارفة منصف بي بقلدي اما افون سيتي با شارع كيما هكا تو غليت على قبل اي اي وانت مريم تعرف منصف بي مشيت قبل ولا مرة شنو خذيت من غادي؟ حتى شيء وتعديت قدامه كها تعديت قدامه بتساء والله يعطيك الصحة وحسب العصفورة ما قالت لي ما جيتش يديك فارغة جبت كادو معك اي كادو المدام عزيزة ما تقلقش بالمس قالت قالت له سردوك المدام عزيزة اما خسارة ما نجمناش نجيبوهم يا عزيزة سردوك يا لطيف خسارة ما نجمناش نجيبوهم ساعة محلاه ملونه محلاه رقبته نعرفوكم يا عزيزه مغرومه بالسريدك هذاك عليه شكي مش عملوا نجوان حسن غبن تقول ترون تروا المصري مع عصفور المقنين الله الله صحهم يا عزيزه صح صح نحكيكم فما حاجه تبعين محلي قبل قبل في المخازن بتاعنا اللي ربيوا لك بيش تلقى ديما عندهم السردوك المصري هذا وتلقى ديما عصفور مقنين نقولوا نحن بلغتنا البومزاي ديما ذات اي مخزن تدخل تلقى فيهم الحاجه تذم العصفور المصري ام عزيزه من وقتاش تبدا غرامك بالسريدك أنا عندي دجاج في الدار وعندي عصافر كان هكا نخسر دوكا وجبنا سي بون صغير يزمو يكبر شوية شو تسميهم يا عزيزة؟ حسين الديك ينجح ينجح حسين الديك به نرجع خويا نحكيو على الغرام وحكاية الغرام من أحلى البرامج اللي خويا تبعتهم على قناة التاسعة في الموسم الثاني هذايا ما يوفاوش الغرام معناتها تو السيزون الاولى والثانيه ذولي ما يوفاوش. الغرام برشا ما تنجمش معناها ما ينجمش يقف معناها كل واحد تلقى خاطر تو
يعني كنت تو بعد ما مشيت ليميسيون بالكدا بالكدا فما برشا يبعثون على الغرامات انا واحد من الناس كنت ما نعرفهمش مثلا ما حاجه بيزار جاتك مغروم بشون برشا برشا حاجات ما نسميهمش صدقني برشا حاجات معناها تنجم تخدم معناها سيزون كامله تاع 365 حلقك على طول العام فهمتني وتلقى ديما كل مره يخرج لك غرام جديد فهمتني فما اللي مغروم يربي الفكيرن فما اللي مغروم كل حاجه وكل واحد باش مغروم بالحق تاتس تتواج كما قلت لك الحلقه تاع الجمعه هذه كما اللي عملته دونك ديديكاس المريم الحلقه نذكر الحلقه نتاع تربيه الكلاب اي حلقه ممتازه بان غرامي خويا مغروم بالكلاب على الاخر ما حلقه بصراحه ممتازه وحلقه الكباشهم يا عزيز حلقه الاولى الكباش حلقه الاولى انا هي الحلقه بعلوش شدتك فيهم انت. انا اكثر حلقه نتاع الكلاب وكيفاش شكلهم مقطع والكلاب خالتين وراه لبسوه كان لبسه خويا هبطوا عليه قلت له شفتها ويعيط قال لي شيء وانا شفتها إيه كان حبيت معناها راه كليب كليب معناها ما شنو الدريساج باهي معناها فهمتي لا متربينهم متربين مش متربين ليه بالعكس الدريساج تاع البلونشافوار اي ما فاز هذيك كل حلقه نعملوا فاز المخرج بيان سور معناها تحيه لي محمد زيد اعطينا الموعد خويا عاود ذكرنا بالموعد وقتاش نتفرجوا في حكايه غرام وقتاش نتفرجوا في بانيولا باهي كل نهار حد 6:30 حكايه غرام ومن بعدها بالضبط بانيولا دونك ابتداء من الاحد 6:30 خويا ناخذوكم في اي غرام تحبوه وبعده بالضبط نبدلوا لكم كراهبكم في البانيولا واسكو ما تحسها كحله حمراء ولا انت تلعب كحله حمراء ولا شنو كحله حمراء كحله حمراء اش معناتها كحله حمراء كحله حمراء هذه راهو لكم تحوم نجم ما فهمتكش ما تقصد انت على اي فما غرام كحله حمراء على على التيران لا غرام كحله حمراء فما لا برشا الغرامات لا تحصل وتعاد فما غرام ما نجمش نسميه لك انا ديجا هوني معناها ابوار حمراء كحله مالا توت سويت خويا نلعبوا بعضنا حمرا كحلة مالا عفاز حمرا كحلة في الإيميسيون My brother, he's gonna pump me, big team. Hold tight, my man, my guy, he's gonna frisbee. جوكم هيب هوب جو قياس عاد الهيب هوب جو وينك وقت البرد كلاني يا قياس ما توحشتيش غنيتك يا قياس وي توحشتها ركيت نار مفتوح تنس تنس كحله حمراء كحله حمراء كان كحله معناتها لي كان حمراء معناتها اي دونك كل واحد شوفوا الغرام نتاعو اسكو صحيح ولا لا هو ما يقول حتى شيء نبداو من شمس اسكو صحيح انه شمس كوليكسيونور يمشي للمزاد العلني ويشري يشري القطايع الغاليه صحيح ولا لا حمراء اي كحله لا حمراء اي كحله لا باه كله محمر ولا ما جبتها فيك يا شمس طلعت كوليكسيونور طلع كوليكسيونور اجابه صحيحه ولا غلط اجابه صحيح دونك اللي جاوبوا احمر صحيح اكحل غلط احكي لنا شمس كيفاش مغروم بشوية. مغروم شين حاجات عندي شريتهم تاع هبلات ما مش هبلات هبلات مغروم انا ما مغروم انا باش مغروم باش نحكي برشا قول لي مثال يا شمس نحب نعرف العالميه وش يشري مش على ما نسافرش على حاجه باش نشريها بالله حاجه في تونس اي حدنا في تونس حاجه انتيكا سيرتو الانتيكا نموت نحب الانتيكا حدا في داري عندي دا معناها حاجات غاليين برشا ويونيك فاش منهم فهمتني دونك تهون على حكايه انتيك معناتها كوليكسيونور تلقى حاجه غاليه تعرف ما فهمش منها برشا تلقى نشريها ونشوف اللي غاجو القدم اللي يخدموا ساعات نعمل قاعده في الدار هكا نتاع لي زاني 60 نعمل والله بالحق نطفي الضوء نحط شمعه فك عندي نتاع البيات هذوك نتاع الشاريه وحصيله ونحل الراديو هذاك وبالزهر ساعات جي ام كلثوم عبد الوهاب اغنيه هكاك ونشيخ ونعيش الحاله الله الله والله الله الله وسا سا 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 في بليزير انت حكيت على الموسيقى اي اسكو صحيح ولا لا حسب رايكم يا جماعه ليتيسيا مغرومه بالبيانو صحيح ولا لا؟ ليتيسيا مغرومه بالبيانو هاي قايس قايس قال اي عليه ما نكذبش عليك بصراحه شفتها تعزف شفتها تعزف اي تعزف خير من تتكلم تعزف خير من تتكلم اي دوك هذاك هو الحيه اللي بدلها كحره لعب كحله حمراء لعبها كحله حمراء ما عنديش وجه بيانو باش صحيح ولا ايه سبري دونك اجابه صحيحه ليكي ساعه مغرومه بالبيانو وعندك برشا معناتها اي عندي برشا عندي جوبونس بريسك 8 ans 8 سنين تعمل بيانو وي برافو ليتيسيا صحيح اسكو صحيح امي عزيزه مغرومه بالدانس دانس مش تيح دانس عزوز مغرومه بالدونس ولا دونس دونس
بالدان بالانجلي دانس مغرومه بالدانس ولا اي شكل ليه ليه تعرف علاش خاطر بكري سي عبد الحميد مشى لها ما حبش تهبط ما حبش تشطح دونك امبوسيبل لوجيك يقول لك تشطح بتبيعها عزوز تشطح بس تعمل مسرح وتعمل تمثل واللي جابها صحيحه عزوز انا كنت فرق القوميه قبل الستينات كنت فرق القوميه الله الله دونك مغرومه بشتيح تزومش تورينا حاجه يا عزيزه كتبوا في تفين حتى السردوك نرجع ليه جبنا بكل به اسكو دنجر مغروم بالمطالعه ولا لا دي جي دنجر ليه اي 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 اي, اي كل اي كان عزيزه ابو لابيار ومريم دنجور مغروم بالمطالعه ولا فعلا دنجور مغروم بالمطالعه مش خاطر دي جي معناتها ما يطلعش دي جي ومثقف خويا اي نعم وخذ معاه في احاديث حلوه ياسر وفي التصوف وفي حاجه ممتازه ومثقف جدا جدا الله الله اسكو مريم مغرومه بالجولف ولا ايه يا عدد ايه دي مره في الجولف تصدق مغرومه بالجولف كلهم قالوا اي دونك جيماجين فيكو قالوها لهنا في البلاتو انت مشيت نتاع تورنوا نتاع جولف وكل دونك مغرومه بالجولف ايه حتى في تونس ساعات نمشي مش ساعات برشا مرات نمشي قديش تلعب بالحفره؟ كيكا ما نحكيوش على الحفر اي ما هو تسمى حفر اللي يجوا فيهم الكره اي ما شو اسمه من الاسم تكنيك نتاعهم اونديكاب كاين اونديكاب تو اي انا نخدم بلوس مون سوينغ خاطر عندي برشا ما نعرفش عندي صاحبي يلعب بالجولف يقول لي عندنا بالحفر 46 38 اي يقولوا حفر دي ترو اسكو محرز مغروم بتاع ثق سبيدريات في البوتويت نتاع الضو كي كان صغير نجم يكون التوا صحيح ولا اكحل ولا احمر كحله حمراء كلهم قالوا اي كان قايس قال لي عليك جايز شمتا فيه استعبي استعبي ما حبش يبيع يعني شو تو هيك يدور في الصغر في الصغر قبل كنت كيك شميتي فهمتي كنت ساعات نحي له واحد سبدري ونربطهم ونقول له جاك في البوتو معناها انا ما على بالك الجمله كنت صغير تو كبرنا الحمد لله رجعنا الحمد لله الحمد لله اخر واحده والله اللي مصدقها يا جايز خير ان شاء الله اسكو صحيح بعلوش مغروم بالجولف ولا لا؟ اسال مريم عاد تلعب جولف لعبوش نورمال مورا نعرف قالت لك اي مغروم بالجولف شمس خلاص تستغرب شيء كحلة حمراء شمس كحلة حمراء كحلة حمراء خاطر ما نعرفش وانت كي يحكي هو تطيق فيا دونك اي ليه 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 انا عندي خمس سنين صاحبي عمري من نهار قال لي اني ماشي باش نلعب جولف لا واش كل شيء يحكي لك عليه يا دي صحابي ساعات قبل ما نسمح لي نقول لي جاب يجب لنا نعرف الجولف شنو انا الجولف بالنسبه لي سراول راهو لا 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 جولف قلت له الجولف باه بعلوش اعطينا الرسم كحلة ولا حمراء الساعة صحيح حمراء حمراء كيفاه مغروم بالجولف ودون بابا وبليونير وكارفيديو دونك خلاص طلع في الجبل بتاعه صح؟ وقام واك قال جولف سري ولتنجح زاد مش خايب مش خايب يا شمس تسمع يا شمس ما هو انا سمعت وغرام شمس زغرت يا جماعه زغرت ام عزيزه زغرت الرسمي في الجروب بتاعي ام عزيزه زغرت انت بس زغرت يا ام عزيزه الرسمي اهو الرسمي العب يلا قولوا الف مبروك للفايزه بمبلغ مليون كاش ايمان بلوشي من جربه عسلامه ايمان مرحبا مرحبا ايمان لله مرحبا نورتنا وشرفتنا تفضل بحذايا جوست تكلم في الميكرو منين بالضبط من جربه؟ منين من جربه؟ بعلوشي 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 تحكي بالحق طلع اللقب بتاعك فما منه من جربه من جربه جربه ميدون نسلموا عليهم جربه كلها من ميدون نسلموا عليهم باللي احلى تحيه لاحلى جربه ميدون واحلى ميدون مش بعلوش ما تقولش بعلوش بعلوشي مش بعلوش بعلوشي معناها الاكس تاع البعلوش لو ياسر لا اسمعني قداش الميساج بعثت بالضبط انت؟ ما تعرفش تلمون بعثت ميساجات ما تعرفش قداه باهي ونورمالمون معناتها كي بعثت الميساجات كنت معمله انك تربح ولا لا والله اللي عجبتني الاسئله الاسئله عجبوه بلاي نحبك تتوجه اللي قاعدين يتفرجوا اللي كيف كنتي يمكن مازالوا ايزيتي زعما يلعبوا ولا لا مازالوا متردين زعما يشاركوا ولا لا وكيف كنتي ومن بعد هكا لقيت روحك لهنا موجوده بحذانا وريت لومبيونس تبارك الله اللي محلاه اللي مش بتحكي لي عليهم من بعد كي تروح جمله بيناتنا هذيك خلاها احكي لهم قول لهم شنو رايك جو مش نورمال ننصحهم باش يشاركوا والزهر عنده دور الزهر عنده دور باهي شنو حسب رايك اللي خلاك تربح؟ تتعب اللي خلاك حسب رايك تربح شنو؟
زهر. زهر كاو. سيدة المواطن كريم، كان عندك زهر ولا كان تحب تجرب عندك زهر ولا لا؟ جرب كيفها هي كيما إيمان، وإن شاء الله بقوت ربي إيمان بعلوشي هي الفايزة معنا من جربة إن شاء الله تريح يكون اللي كنت نهار السبت بعدنا لهنا في الإيميسيون إكسترا. وبلايمة الأخرى نحب تحية الأستاذ عاد منفذ أحمد العرفاوي، ونذكركم اللي أنت زادة راك دخلت في القرعة متاع العشرة ملايين، كيما اللي بيشاب عث توا راه باش يدخل في القرعة متاع العشرة ملايين وينجم يربح عشرة ملايين، دونك هذايا الفليسات لله إن شاء الله ألف مبروك. تفضل تفضل قدام الكاميرا تفضل. نقدم تحية لعائلتي وعائلة راجلي، حموية تعب معانا وجاي معانا اليوم، من البارح ما رقدش انت وسهر معايا. عليه ما رقدش، عليه ما رقدش، ما جاش نوم من الفرحة، ما جاش نوم. يا حاج والله ما تجي يا حاج، عيشة يا حاج، عيشة يا حاج، محليك يا حاج، جاي اي محليك، كيما انت محليك والله يا حاج محليك، كيف انت والله يا حاج محليك، كيف ما انت اجا يا حاج، اقرب اقرب بحذايا لهنا، محليك يا حاج. به يا حاج علاش ما رقدتش من البارح؟ هاو ميكرو تكلم فيه. ما رقدتش من البارح، رقدت حتى الماضي ثلاثة، قمت الثلاثة حضرت روحي، خرجنا في الأربعة من جربة بيه. وصلنا هنا تقريبا ماضي ساعة. ايوه وصلتوا ماضي ساعة لهنا، وصلنا ماضي ساعة، قعدنا ثلاث سوايع نلوج عليكم، سمحنا الفلوس باش عليكم انتم وين، ولقيتونا الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. يا حاج المليون اللي كنتي ولا لها هي الساعة؟ لا لها هي، هذه بالمناسبة كنت هي قالت هي بالمناسبة، ما قالت حموية الجمعة، ما سمعتهاش، ما سمعتهاش لا والله، وتشكر فيك وتعاود بارك الله فيها، قالت مسكين تاعب وما رقدش لتوا، وقالت ربش نعطيه الفلوس الكل باش نمدهم له ليها بارك الله فيها، دونك تنجم تهزهم يا حاج. ما يشلش، انا شوف شوف وجهها قداش تبدل معناتها. والله فرصة ثقافية هذه بالنسبة لي أنا، ثقافية حتى احنا ثقافية، خير من المليون اللي خير من مليون وسخ الدنيا يا حاج. لا عندكش حاجة، عندكش أنشودة حاج فاز؟ أنشودة هكا غنية به، أنشودة فاز، أنشودة أنشودة عمري ما غنيت. هيا حاج برا بركة يا حاج، في برا بركة يا حاج، سلمنا على عين جربة، كما حاضرين أكثر من بالقلالة، لا 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 شيء زجوة بالقلالة، إيش يا حاج؟ الزجوة بي أمري ولا مو أقول جربة، الله الله بلاي تصفيق على الحاج. بالله يسحق تسويقها كبيرة الأولاد والله ما حليه. يعطيهم الصحة. عبد الحميد يا أخويا يقتل. والله والله. نحب نقول لكم حاجتين، اللي تنجم تكون أنت لهنا كيما سي عبد الحميد اللي كان بحذانا هو وكنت، ويكفي أنك تبعث أو بالإس إم إس على 85 860، ونسيت شو نقول لكم حاجة. بالمناسبة. بالمناسبة. بالمناسبة ألو باش نلعبوا الكاسك تود سويت في الإيميسيون. نلعبوا الكاسك تود سويت، الكاسك يلبسها شمس عبد الحميد قياس عنده الليستا، دونك شمس يلبس الكاسك، وهذا من أقوى الفرق اللي موجودة في الكاسك. مريم دباغ رتحناها الجمعة هذه خاطر حطمت الأرقام القياسية هي وشمس، دونك هذاك علاش قلنا ما تلعبش الجمعة هذه، شوفوا الرقم القياسي هل يحطم مع قياس ولا تسمع فيا شمس؟ عالية برشا شمس تسمع فيا؟ سي بون مريقل مش يسمع في شيء. توب كرونو قياس؟ لا لحظة قال لك ليه مش توب كرونو. احكي لي يا قياس. نحكي لكم أنا اليوم باش نحكي كلمات من سفاقس اللي فيها شوية ماكلة شوية الجو الصفاقسي الكل، وكان يطلع أنا نهزو الصفاقس ونعملو جولة نوايا. الله الله ونهزوك معنا. الله بالله نحب تحية كبيرة برشا للصفاقسية اللي قاعدين يتفرجوا فينا، سبيسيال ديديكاس للصفاقسية، أوديكم عند عبد الحميد في ليستا كلها أسامي صفاقسية. علي أنا على قياس شفيه سعمل حاجة باهية بعد قل لي باه توب كرونو. شرمولة. جربوعة. شرمولة. شرمولة صحيحة. جواجم.
جواجم شوارب جواجم 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 لكلوكة 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 بحق بعلوشة صحيحة صحيحة لكلوكة صحيحة قصاص ها؟ قصاص حوت قصاص قصاص صحيت بون أحسبوها صحيحة بيثر بيثر حط فمك تقرا مليح بيثر 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 كرموس بيثر بيثر أرقمة. بيثر ها اللي بعدها اللي بعدها فنود فكرون فنود نود فتوش فنود 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 شيشمة شيشمة جلبينة شيشمة شيشمة صحيحة مهدية شيشمة سبارس سبارس صحيحة جنان جنان جابية جنان جنة جنان جنة 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 جردة جنة فات توقيت جرة فات توقيت باه باش يقول لك الكلمات اللي باش يقول لك الكلمات اللي ما طلعتهمش شو صوتنا هذه يا حبيبي هذه جوج العمر هذا دروك هذاك الهدف يمامش ما طلعتش البيثر البيثر وما طلعتش جنان البيثر تاع الكرموس كرموس فوالا كرموس ثانية جنان جنان والكلمة الأخرى ما عمل يهك جنين وقام لي هك أنت في مخك دونك الكلمات هذوما هما اللي ما طلعتهمش دونك اللي قالهم لك قياس هو جنين صحيح جنين كان عملت لي معنى هكا ولا هكرني فسن جنين اي جنين ما يبدل المعنى جملة خافت ولي هو جاي فيه أنا ولسبع ليلي لا غالب شنين الليستة الليستة اش مازال فيها قياس مازال فيها مغزاز تعرف مغزاز شنو مغزاز 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 اي مغزاز هو نوع من اللوز الأخضر يتاكل بقشرته كيما الفريك زلوز ماش الزلوز ماش الزلوز هذا نوع موجود كان في صفاقس نوع خاص حي اصحابي يكل في صفاقس من ياكلوه اخضر لا لا غالب طلعت سامحوني سامحوني انا غالب في بالي نعرف كل شيء على صفاقس يا اخي طلعت لا غالب ما نعرفش صفاقس قد ما تمشي لها ما تفدش خويا وفيها كل شيء وديما فما حاجات تكتشفهم فيها ما كنتش تعرفهم احنا جمعتين الاخرين نمشيو نعرفوا صفاقس اهم حاجه اهم حاجه مرتوبين برشا والله يا سيدي مالا الانفيتاسيون من عندك سي قياس نقبلوها ولا نمشيو ولا نمشيو نمشيو تعال نجيو معاكم طارق وين هاي شنو رايك؟ نمشيو نربع مع بعضنا لصفاقس لصفاقس ليتيسيا تلبس الكاسك حسني انت باش تقول لها الكلمات نلعبوا الكاسك مع ليتيسيا وحسني مش صعيبه عليك الحكايه نربحوا حسني ان شاء الله هاي يا حروز يا معلم يا حروز توب كرونو صافا الهذبه جوك باهي مريقله هاي عطلة عطلة طبلة عطلة خو عطلة 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 صنديل شاندلي صنديل سباتة صنديل سا نديل صندل صندل صحيحة كركدن كركدن كركنا كركدن كركدن ما تعرف ايش نصحك تعدل بعض عودة كركدن كركدن واسوا عزيزي قاعدة تفحم فينا الطفلة ساتور 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 يا سا سا سنتو ياندورا سنتو ساتور ساتور تعال 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 تحس بس لا يا محرز ما تركزش معاها بس لا بس لا على راسك
بصلة. اللي بعدها اللي بعدها قلب الفرق. لا لا بعد بعد. سردينة. 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 هاي. حلقوم. حلقوم. طلعها الروعة. أكو زيب الحلقوم مش دعيب. حلقوم. بطل هذا. اقعد عاقل يا شمس. الليستة الليستة الأخرانية. بتعرف علاش يضحك شمس يا سادة المشاهدين؟ فما حاجات ما تراوهمش في التلفزة. نعرفوهم كان احنا لهناك اهو. موت يا شمس دوخ 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 تلبس الكاسكو يا عزيزه ليستا عن طارق بعروش نلعب كل كاسك تود سويت مع طارق بعروش عزيزه بولا بيان تود سويت كليماتيزور كليماتيزور تغزري غادي اوقع مبدياك كليماتيزور 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 صحيح وحيد القرن وحيد القرن وحيد القرن القرن هاي صحيح آه وحيد القرن روتوكور اوتوكور اوتوكور اوتوتيون بجد روتوكور آه روتوكور صحيح بعد روت جون جوريس زكرة 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 اي باني با 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 ني باني فوالا صحيح قفطان خميس قفطان شكرا شكرا قفطان قفطان صحيح بابي 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 فوالا صحيح القصبة 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 والله ليه اقسم القصبة القصبة قصبة قصبة صحيح كبوت 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 صحيح صحيح فندتان فون دو تان فون دو تان فون دو تان فون دو تان دقيقة وخمسين ثانية طلعوا منكم دقيقة وخمسين ثانية دونك ربحوا اليوم طارق بعلوش وعزيز أبو الأبيض نحن ربحنا عزوز نحن ربحنا عزوز أول مرة تربح في الكاس في بالك ولا؟ إي ديما لازم حاجات نطلعها الله الله تفضلوا ما تحب تقول حاجة؟ لا على ممكن تزغر ما تحبش تقول حاجة ليه زغرت على روحي خاطر طلعتهم الكل الله 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 ذكروا امين ذكروا ذكر خويا ذكر ذكروا امين لي انا راني ما نعرفش الايفون اه اي فازي فازي ذكروا اللي ما نعرفش الايفون ايفون شنو اكس هذاك ما نعرفوش راه كيما اللي حب يهدي ايفون اكس لخونا بعلوش ذكر ما نعرفوش هذاك كيما هديتو تشيز كيك لو يا عزيزه ما يسالش ما نقولش ليه شمس شنو تحب انت انا شي باناميرا باناميرا كان تحب باناميرا ما غلط اخ شمس نوع تليفون رولكس شهير رولكس شو تفك عليا باناميرا كيما تشيز كيك ما نعرفش هذوما تفهمنا شنو الشاهين اللي يحبني يجيب لي باناميرا باه انت خويا شنو الشاهين باناميرا في قلبي في قلبي خليني يسير شقول كان حاجه تتقال انا باناميرا كيما نتاع شمس باناميرا كيما كرهبت شمس الله الله قلب كبير خاطر كرهبته ما في حاله يحب يصلحها بكري قلت له ما تنجمش كرهبتي غشوني لا غشوني بفلوسي وغشوني غشة في تونس كثرة الغشة سامحني الله يهديك الله يهديك في جمعتين يقول لك يعطيك دولي جمعتين ومصاحب ورقة ياخذ هذا شهر الكهرباء ترجع من حاسيلو ما نصون فو واللي كان يتفرج فيه يقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك نقول له خاطر الله الله ربي يهديك ليه خاطر تعطي كهربتك باش تعاود اللوكينغ وكل شيء انا فرحت كي شفت الجماعه اللي يخدموا في الجمعه اللي معاه بالحق عجبوني على الاخر بروفيسيونيل انا نصحوني به
وخدم هو في هذيك ما عملت عنده كرابتي خدم هارو يتفرج فيا فهمتني خدم في ميسيون تغريت اي شانين شانين مش غريت مع ما هو يتفرج فيا حبيب ليه الناس ترد بالها ما حكينا عليها قبيله الناس ترد بالها بولا شموس شموس تونا تونا انا مش عارف البنيولة هذيك ولا بالحق لا قفل لك عليها انا زين هاي ياك سلك الشمس قيس شو شيء يمشي انا شيء ماشي نتكلم بكل اي ايش بيك وانا معك مين غبا طول عمره يا ابو باي مريم 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 نعم ريحنا ريحنا والله ريحنا سرحت جيت تخمم في الشاهي يا اخي سرحت والله مشيت برشا بعيد هاي شو الشاهي قولي في فين سرحت بلي انت يزي بلا ضمار راهي مش باش تخطف معاك اليوم زيد كثر في راسك زيد خدك عاقله برشا انت اليوم شنو الشاهي شد بلاصتك راك ضيفنا لهنا خايفه مني خايفه مني شنو شنو الشاهي والله ما نعرفش عندي كل شيء ما فواياج هكا البوغا بوغا بوغ دو بيغسون بلوتشي لا دو بيغسون ان اوتيل دو لوكس وكل اون سيمين سا مارونج انت وشكون دو بيغسون لازم معايا شمس الله الله انت مازلت صغيره يا بنتي نمشي ورا الشمس نقطعوا الريش ونستنى الساعه اي روتوني نمشيو لل انت نهزك للفواياج تاع الجمعه هذه معايا ورثت عمتها ولا من هم عمتها عندها عمتها برضو في تونس ماتت وفات هي ورثتها والله اسمع انت انت الجمعه الجايه نهزك معايا ما لازمنا نشوف بوغا بوغا اي هاك والله بيب ربي تذكره نتاع الطياره وتيل باهي وديستيناسيون بوغا بوغا نحبوا زوز انا وشاب يعطيهم الصحة كله تصفيقة كبيرة في بالكم الآن عاش لي جوميا راهي محفلتها في السوليد وعاملة رومي سبيسيال وتخفيضات توصل حتى ل 60% 60% والليلة سبيسيالمون للمتفرجين نتاع برنامج ليميسيون باش تهدي لكم أن بون داشا في تخفيض ب 20% أخرين سبيسيال لكم أنتم يكفي أنك تشري حاجة مثلا تشري حاجة ب 200 دينار تولي سومها 160 دينار فقط دونك هذا ليكزومبل هاو مثال كونكري اما لازمكم تعديوا الكوموند نتاعكم راهو على الابليكاسيون من التابليت ولا من التليفون مش من السيت من الابليكاسيون مثلا باش نعطيكم مثال مثلا فوالا تدخلوا للباج كيما هكا للباج نتاع جوميا تدخلوا الابليكاسيون بلوتو اللي موجوده ورا كيما هكا الابليكاسيون تلقاوها مثلا ما عرفش انا باش نختار ما عرفش انا نختار مثلا تليفوني كيما هكا تدخلوا التليفوني كيما هكا الانجلي اللي فيه تليفونات وكل تنجم تختار ما عادش نختار تليفون كيما التليفون هذا مي 10 لايت اللي اخترته 64 جيجا ولا كيما هكا بالضبط مي 10 لايت هذا تدخل تختار مثلا ومن بعد تعدي الكوموند نتاعك فوالا تعدي الكوموند نتاعك كيما هكا به ومن بعد تلقى السوم تحط اشتي ولا تحط اشتي لهنا وين فما كود من الفوق كوبون مكتوبه تحط كلمه سولد دونك تحط كلمة سولد يكفي انك تعمل المراحل هذيا تحط سولد ومن بعد تعدي لاشام تاعك دونك تلقى من الفوق في البانيه فما واحد هذاك لاشام تاعك اللي عديته وهكا تنجم تتمتع من هنا للساعة القدام ب 20% تخفيض إضافية دوني فماش أسهل من هكا عندكم ساعة أكاهو ابتداء من توا ساعة فقط باش نجموا تتمتعوا بالتخفيض هذايا والعرض هذايا خاص كان اللي باش يعدي من الابليكاسيون مرة أخرى راهو مش من السيت تعدي من الابليكاسيون يعني باش تتعدى من السيت راهو ما تتعداش الحكايه هذي دونك نعاود مره اخرى راهو تلقى وين فما كود من فوق تكتب الكود هو كود هو سولد بلوتو كود هو سولد تكتب كلمه سولد اس او ال دي او تكتب سولد وتعدي الكوماند نتاعك وعندك 20% تخفيض مره اخرى راهو على الابليكاسيون ماهوش على السيت حروز يا غالي حروز يا معلم كلمة أخيرة تتوجه بها إلى جمهورك الكريم إن شاء الله ديما في عيني أمانة محليني كاو إن شاء الله كاو شو قولهم قولهم إن شاء الله تتبعونا معنا في اللي جاي الكل فم برشا حلقات ميزانين كالك سوا في حكاية غرام فما برشا حلقات برشا ميزانين برشا وفي بانيولا زادة سيزون 2 زادة مازال برشا معنا كراب أخرين تشوفوا برشا حاجات ميزانين وبيان سور ديما بدلناها سنة معنا بانيولا سيزون 2 بارابور العام ناول دخلنا فيها شويه بلاد وركيكه فهمتي المخرج حاجه عشيك عشيك لا بلاد وركيكه معناها دون لو بون سونس معناها مش شويه شويه ثمار شويه بلاد وركيكه تو نشوف بلاد وركيكه كلام من بلاد وركيكه عزيزه زغرت زغرت عزيزه انا نحب نتمنى لك حاجه نتمنى لك خويا نجاح والتوفيق عايشك الله يخليك حتى تصفيقه كبيره من اللي حاضرين هنا ليك بيان سور بالشركه معك
ولد التاسعة يا حروز يا غالي. بيان سير وباش اللي باش يشارك معنا زاد سهلة برشا، رانا ما عندنا حتى دخل خاطر برشا أصحابي يكلموا فيا وبرشا من اللي من العباد اللي عرضوني في الشارع، راني أنا ما عندي حتى دخل في حكاية التيراج. اللي باش يشارك معنا يبعث اس ام اس على 85805 إن شاء الله. بيان سير أخي أنا أقول عندنا عند المنافذ. إي بيان سير عند عند المنافذ ديجا التاسعة اللي عملته زوز عدول المنافذين مش حتى واحد. قول خويا. دونك الأولوية للي عنده الحظ نتصور كيما في المسابقات اللي عندنا. المسابقة كيكا تصير. دونك حاب تصفيقة مرة أخرى. أحلى قاعدة نعود نرجع بعضنا للإميسيون بعد الإشهار.